نسبه صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وعدنان من ولد إسماعيل الذبيح ابن إبراهيم الخليل عليه السلام دنگنه ده نسبر النبي صلى الله عليه وسلم شيني محمد دن عبد الله دن عبد المطلب كاكنسا دن هاشم دن عبد مناف دن قصي دن كلاب دن مرة دن كعب دن لؤي دن غالب دن فهر دن مالك دن نضر دن كنانة دن خزيمة دن مدركة دن إلياس دن مضر دن نزار دن معد دن عدنان شيكو مكا كنس عدنان ينا دق آآ نا النبي إسماعيل عليه السلام واند ما هي فنس النبي إبراهيم ينفن ينكاشي شين أكي مسألة بيدا الذبيح الله يقول فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين أتكي تكي مولانا آيوي الله يقول فديناه بذبح عظيم الله سبحانه وتعالى بيهو كنت زاء ينك إسماعيل با سيأك ينك أبين ينك مي جرما أمدد إسماعيل فشكم إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم الخليل عليه السلام النبي إبراهيم dene daga cikin badadin Allah nabiyinsu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cewa inni takhazani rabbi khalilan kama takhaza ibrahima khalila don haka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim alaihi salam su biyun nan su ne suka samu martabatul khulla wato soyayyar su a wajen Allah ta kai a ce su ne badadin sa su biyu wanda yafi son su akan dukkan halittu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi alherin mutanen duniya ta fiskar nasabar sa da salsalan sa wani dan wani dan wani wannan kuma babu sabani yazo a cikin hadisi lallai Hiraql wato sarkin Rumawa ya ce wa Abu Sufyana sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu an yace sa'altuka an nasabe aina tambaye ka dangane da nasabar annabi sallallahu alaihi wasallam فذكرت أنه فيكم ذو نسب سيكا أمبتا تيوا شي محمد أتكينكو متنين أندنجي متنين من نسبة من سلسلة ودأك سين إيا ينسى ما سوء ببن درجة دمت أي سيكي تيوا فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها هكا الأمر إن الله يكي جنجل دمان زنينسى ينا تورو سني أتكين وأن دسك في دوكك النسبة daga mutanansu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi kowa kyau da daukakan nasaba saboda karshen nasabar sa ta kare ga annabi Isma'il az-Zabih dan annabi Ibrahim al-Khalil alaihima wa ala nabiyina salatu wassalam wannan shine wani abu